أي حاجة في القرآن حرف، لفظة، تركيب، صورة، تقديم، تأخير، ذكر، حذف، أي ظاهرة من ظواهر التعبير أو الأداء اللغوي هي معجزة في هذا الكتاب. نلاحظ أيضا في القرآن الكريم مثلا جاء وأتى، قد هل يتعاور، هل تتعاور الكلمتان بعضهما مكان بعض؟ لا لا وأتى، مع أن الاثنان يدلان على المجيء والإتيان. لا 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 طبعا طبعا لا، المجيء مجيء في وضوح وقوة وظهور، تمام. الإتيان في تخفي أو أمر غيبي، تمام، لم يحدث. تمام نعم يعني نعم تفضل خلفك يا استاذ. لا لا ربنا يكرمك. كنت اعود لظواهر الاعجاز، من ظواهر الاعجاز دقه اختيار الكلمه واللفظ. طب لا سالتني عن الحرف، انا هنا يحضرني فقط قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمه ربك فحدث. تمام، يعني يمكن يتبادر الى الذهن ان المقصود هنا هو ان اتحدث عن نعمه الله علي، وهذا المفهوم اعتقد. لا كان قال واما عن نعمه ربك فحدث، ادي الباء وادي عن الله. كان قال واما عن نعمه ربك، حدثنا عن النعمه. اقول يا دكتور محمد ماذا انعم الله عليك، تقول لي اعطاني كذا ومنحني كذا وتفضل علي بكذا. قول واما عن نعمه ربك فحدث. لا المقصود واما بالنعمه، اجعل النعمه هي التي تتحدث، اجعل وسيلتك في الحديث يعني أظهرها هي النعمة. أما بها فتحدد، يعني ليس المراد حديث لسان، حديث سلوك عمل. أما أعطاني أو أنت أعطاك الله مالا كثيرا أنفق منه، هذا الإنفاق أنت تتحدث بالنعمة، هو حديث بها. لا أن أتحدث عنها أقول عندي مال وعندي كذا، ماذا أفدنا؟ ماذا أفدنا؟ صحيح، إنما تحدث بها. قل وأما اجعل عن نعمة ربك كان قال وأما عن، إنما الأما بها، يعني اجعلها هي التي تتحدث. تمام. لديك علم انشره بين الناس، يبقى نعمة العلم تتحدث. يعني لديك نعمة بشكرها، بشكرها دقيق. شكرها الفعلي وليس مجرد قولي، شكرها اللساني. وإلا لو قال وأما عنها فحدث، ويبقى المجرد حديث لسان وهكذا. هل نفس الحرف مثلا ولا أصلبنكم في جذوع النخل؟ نعم، مش على او المفروض هيربطهم، يعني مش داخل في هو احنا كلنا عارفين سيصلبهم على الجذوع. لكن دي تعكس مدى الغيظ والحنق، يعني كانه يريد ان ادخاله داخل الجذع، كانه من شده ما فيه من حنق وغيظ أصلبنكم فيه. يعني تعكس مدى الحنق والغيظ الذي كان. لكن أليس جريا على قواعد اللغة العربية علمنا الجليل الأستاذ الدكتور حسن طبل أن يتعاور حروف الجر بعضها مكان بعض؟ نعم، لكن يتعاور حروف الجر في الأداء النمطي العادي الذي نتحدث به، لكن خارج في أداء القرآن لا يمكن، لا يمكن أبدا أن. طيب أبوهم قالوا فيه زيادة وما ربك بظلام للعبيد، ما قالوا حرف جر زائد نسمع هذا في عرب القرآن. لا لا لا، قضية هل في زيادة؟ قضية تحتاج إلى لقاء آخر. طيب. إنما قضية الزيادة، لكن تحضرني الآن، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق وليس إلى. إلى. مع أن قل يعني كأنها استدراك. تمام. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. ما الفرق بين إلى واللام؟ لا، إلى لانتهاء الغاية، يعني الهداية ممتدة طويلة، لكن الهداية السريعة. هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ فيها طول زمني ومسافة مثلا؟ ومسافة تمام. يهدي إلى الحق، لكن الله عز وجل يهدي للحق. فيها ملاصقة أو اقتراب. أيوة. يوصلك إليه، يعني ليس فيها البعد المكاني ولا البعد الزماني بالمرة. نعم نعم. الله، مع أنه لفظ يهدي هنا يهدي هنا أيضا. نعم، لكن والحق يحتل. والحق أيضا، ولذلك يعني. بعدها قال إلى تاني. قل الله يهدي الحق، أفمن يهدي إلى الحق تاني بقى، لأن ده بشر. أم لم يهدي، لكن الله أم لا يهدي كذا. تمام، أم لا. جميل، من ظواهر الإعجاز. مثال آخر في اختيار اللفظة فضل. للحالة الواحدة كما رأينا في بحر ويم. تمام. في تصوير ما حدث لقوم عاد. تمام. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. لكن في سورة الحقة
قال وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. نعم. هنا أعجاز نخل منقعر وهنا أعجاز نخل خاوية. لماذا؟ ومنقعر أم خاوية؟ هو منقعر أم خاوية؟ لا هو منقعر وخاوي. الاثنان؟ خلينا أقولهم منقعر ثم خاوي. يعني النخل ما دلالة كل وترتيبهم كما نعم. ترون مرصدكم الخاص. حاضر. خلينا نلاحظ أولا ملاحظة إيقاعية. كل من اللفظتين تناسب الفواصل السابقة واللاحقة عليها. في الصورة. اقتربت الساعة وانشق القمر. منقعر. تأتي فيها منقعر. تمام. لكن هنا أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم الباقية؟ تمام. وهكذا. فالأول تناسب الفواصل. الثاني من حيث المعنى. ما معنى منقعر؟ هل استطراد جانبي أو ربما نعوج عليها في لقاءات قادمة؟ هل تناسب الفواصل هذا مقصود في حد ذاته ولو على حساب المعنى؟ لا. لا لابد في ضرورة. القرآن لابد في القرآن من أن أي تناسب صوتي يتبعه بالضرورة معنى دلالة معنى لابد لابد ليس كالضرورة الشعرية مثلا لا لا لا, لا الضرورة الشعرية بنقول ضرورة فعل ذلك للضرورة وصرف ما لا ينصرف للضرورة لا ليس هناك لا. ضرورات ليس هناك ضرورات أبدا 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 طبعا. وممكن إن شاء الله نفصل لأنها تحتاج إلى تفصيل.